أعلن زعماء المعارضة الأوكرانية أن لقائهم مع الرئيس فيكتور يانوكوفيتش لإنهاء الأزمة السياسية التي تشهدها البلاد منذ أسابيع انتهى دون التوصل إلى نتائج ملموسة. وطالب زعماء المعارضة أمام عشرات الآلاف من المتظاهرين في ساحة الاستقلال وسط كييف يانوكوفيتش بتقديم تنازلات سياسية لإنهاء الأزمة خلال الساعات المقبلة. أعلم أنك سيادة الرئيس تملك السلطة لحل الأزمة، فالدعوة لانتخابات مبكرة ستغير من الوضع دون إراقة الدماء. سنفعل كل ما في وسعنا لتحقيق هذا الهدف. استمع إلى الشعب ولا تتجاهله. لا تزال لدينا مهلة 24 ساعة لوقف المذبحة، وإن لم يطرأ تغيير كنت واضحا وقلت بأني سأكون على رأس الناس الذين يحاربون من أجل الحريات. زعماء المعارضة طالبوا المتظاهرين بالاستعداد لمواجهة هجوم متوقع من الشرطة خلال السويعات القادمة لإخلاء الساحة.